كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسوم للكون أحلى الصور. فأنا تطيق لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا هلا الساعة المباركة. ساعتك أبرك من أخوك. تعالي تعالي. عطمة رزق. هيبة ورزع. كشخة وزقرت. شقردي. وما يغرد. السيارة. صدقين؟ إي والله. البرادو مثله ماكو. في مختلف عصور الدولة الإسلامية تم إنشاء الكثير من الأوقاف التي تخصصت في مجال حماية الأفراد والمجتمعات ورعاية الفئات الضعيفة في المجتمع، حتى أن رعاية الفقراء تكاد تكون القاسم المشترك في أغلب حجج الأوقاف، وتنوعت المساعدات ما بين مساعدات نقدية ومساعدات عينية. لو أن الناس لا سيما المسلمون عظموا حق الله عز وجل في هذه الأموال ما انتشر الفقر الذي نراه اليوم. الشريعة الإسلامية كفلت كل ما يستطيعه المسلم لحماية أخيه المسلم من أن يعيش تحت سطوة الفقر ووطأته، عن طريق صرف أموال الزكوات والصدقات والكفارات والنذور وغيرها. وهذه مصارف عظيمة جعل مكافحة الفقر من أعظم منافذها. ثم بعد ذلك جاءت الشريعة الإسلامية لتأتي بدور آخر مكمل لدور الزكوات والصدقات، ويتمثل هذا في الوقف. فالوقف في تاريخ الأمة الإسلامية يحدثنا بدور رائد قام به في مكافحة الفقر ومحاولة سد حاجة المعوزين. يكون هذا بدءاً من توفير حياة كريمة له، وتحويل هذه الأسرة بأكملها إلى أسرة منتجة. أليس إنشاء المدارس يعتبر باباً من أبواب مكافحة الفقر، حينما ننشئ طاقات وعقولاً وفهوماً تدرك معنى الحياة والسعي في التكسب بها؟ أليس إيجاد مآوي ومساكن لبعض هذه الأسر يعتبر باباً من أبواب مكافحة الفقر في تاريخ هذه الأمة؟ أليس إيجاد السبل والمياه والطعام والشراب واللباس أيضاً يعتبر سبيلاً ومصرفاً من مصارف الوقف في تاريخ هذه الأمة؟ أليس إيجاد أسر منتجة يعتبر باباً من أبواب الوقف أيضاً؟ فالوقف في تاريخ الإسلام لم يقتصر دوره على الإعطاء والبذل فقط، لا، فهذا قد ينشئ إنساناً عاجزاً كلاً لا يستطيع أن يقوم بدوره الحقيقي. الوقف في تاريخ الأمة يحدثنا عن دور عظيم قام بتحويل كثير من الناس من أسر كلة عاجزة إلى أسر منتجة
تقوم هذا عن طريق تشغيل الوقف. نحن بحاجة اليوم إلى استثمار الوقف، فقامت بعض الدراسات الفقهية الحديثة تدعو إلى عملية استثمار الوقف مع الفقير نفسه لتحويله إلى إنسان منتج. بلا شك الحقيقة الوقف اليوم كما نعرف جميعا أنه أسلوب لحفظ المقدرات الاقتصادية من الضياع، لحفظ أموال سواء فردية أو مؤسسية من التبذير أو من قلة حسن التدبير. اليوم هي ضمان الحقيقة لحفظ المقدرات المادية، بل أسلوب إلى نمائها، لأن دائما حجج الوقف تقول أن النظارة للأرشد من الذرية أو لخليفة المسلمين أو للجهة المسؤولة والتي ترجمها القضاء الكويتي الآن، سابقا وزارة الأوقاف وقبلها دائرة الأوقاف والآن الأمانة العامة للأوقاف، فهي مظنة أن تكون الأرشد ومظنة أن تكون الأحفظ ولله الحمد. فاليوم على سبيل المثال نحن في منتصف التسعينات كان ريع أوقافنا 4 ملايين دينار، اليوم لله الحمد ريع أوقافنا 17 مليون دينار. شوف الأضعاف التي تفوق 4 أضعاف خلال تقريبا 15 سنة. الدول مع الوقف ومكافحتها للفقر انقسمت إلى قسمين، وهذا عبر تاريخ هذه الأمة. دول جعلت الوقف ردءاً لبيت مال المسلمين، فهي تستعين بهذه الأوقاف لمكافحة الفقر والتخلص منه، لا سيما إذا كان الوقف وقفاً خيرياً. بل الوقف بفرعيه، الوقف الخيري والوقف الأهلي، يؤدي رسالة سامية في مكافحة الفقر والتخلص منه. واستطاعت الدولة الإسلامية عبر تاريخها أن ترفل بحياة عظيمة عن طريق قيام الوقف بسد حاجات كثير من المسلمين في وقت يعجز فيه بيت المال عن أداء هذه الرسالة. لكن في الوقت نفسه نجد أن بعض الدول عبر تاريخ هذه الأمة كانت تحاول الاعتداء على الوقف بطريقة أو بأخرى دون رعاية لحرمة هذا الوقف. ولذلك لا نستغرب إذا قرأنا في الفقه الإسلامي أن هناك شروطاً عظيمة على الواقف أو شروطاً أخرى عظيمة على مصارف هذا الوقف، حتى كان بعض الفقهاء يقول شروط الواقف كشروط الشارع، يعني لا ينبغي الاعتداء على شروط الواقف ومحاولة تحويل الوقف من مصرف إلى مصرف آخر، فإن هذا قد يؤدي أحياناً إلى تعطيره والاعتداء عليه. بعض السلاطين والخلفاء قديماً كانوا يحاولون توظيف الوقف في مصالح أخرى، فمثلاً بيبرز أراد مرة أن يأخذ بعض أموال الوقف لسد حاجات خزينة بيت مال المسلمين، وعلى خلاف المصرف الذي وضعه الواقف، فاعترضه النووي رحمه الله تعالى، ومكاتبات العلماء والنووي وغيره من العلماء مع الظاهر بيبرز في كف يده عن القيام بالاعتداء على الوقف شهيرة جدا. الناصر قلوون أيضا حاول أن يستخدم الوقف في محاربته وبعض التسليح العسكري لجيشه، أيضا هذا على خلاف شروط الواقف الذي وضعه، ولذلك تصدى له بعض العلماء. محمد علي باشا أيضا استطاع أن يعتدي على بعض الأوقاف، وغيرها من النماذج الموجودة في تاريخ هذه الأمة، سواء كان هذا في الشام أو في مصر أو في المغرب أو في العراق أو في غيرها، تعطلت كثير من الأوقاف بوضع اليد عليها. لكن إذا وجدت مؤسسات ترعى الوقف تحت رعاية أناس مشهود لهم بالخير والثقة والأمانة، هذه الإدارات وهذه المؤسسات هي بمثابة ناظر الوقف الذي يحول دون الاعتداء عليه. ولذلك نجد أن كثيرا من الأوقاف تعطلت بسبب عدم وجود نظار للوقف أو ممن لديهم علم بطريقة الوقف ومصرفه الشرعي. أيضا من المشهود للأمانة به هو رعايتها لهذا الجانب، وهو يعني مساعدة الأسر الفقيرة
وخاصة التي فقدت معيلها، ونجد هذا واضحا ملموسا مشهودا له في فلسطين مثلا، وخاصة في كثرة الاعتداءات التي تحصل على إخواننا هناك. فقامت الأمانة مشكورة بالدعم لتلك الأسر، سواء في إيجاد أو مساعدة من يوفق لأن يكون أهلا للعمل ليعيل أسرته، وغيرها من الدول، سواء في بعض الدول الإسلامية في أفريقيا أو في شرق آسيا أو في أوروبا، ممن يعني حصل عليهم بعض الظلم. نجد أن الأمانة العامة لم تألو جهدا في دعم مثل هذه الجهات، التي نسأل الله تعالى أن يجزيها خير الجزاء على هذا الدور المعلوم المشهود. المجتمعات الإسلامية اليوم بحاجة إلى توجيه الوقف أكثر مما كان عليه من قبل، فاليوم لا سيما المجتمعات الإسلامية تعيش تحت سلطة الوقف ووطأته. كثير من المسلمين اليوم لا سيما في المجتمعات الإسلامية الفقيرة لا يجدون سد حاجتهم اليومية أصلاً، فالاقتصار على الصدقات والزكوات وتوزيعها هذا باب من أبواب الخير لا يمكن إنكاره، لكن أن يمكن تحويل هذه الصدقات والزكوات أو التعامل معها بمشروع آخر عبر الوقف من جهة، وعبر تحويل هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة من جهة أخرى، أظن أنه مهم جدا. الوقف مهم هنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الفقيرة. في إعصار التسونامي الشهير والذي تعرضت له بعض دول شرق آسيا، كنت أتابع بعض أحداث هذه المصيبة التي ألمت في تلك الدول، فانتبهت إلى لقاء في إحدى القنوات الإخبارية التي لا تربطها بالكويت علاقة خاصة، فسأل هذا المذيع أحد وزراء تلك الدول، أظنه وزير إندونيسيا أو غيرها، قال له بعد 24 ساعة من تعرض إندونيسيا للنكبة، هل تلقيتم أي دعم من أي جهة خارجية أو دولة أو مؤسسات إغاثة؟ حتى لا يمكن للمؤسسات الإغاثة في ظرف 24 ساعة أن تقدم مثل هذا الدعم. سمعته والله يشهد على صدق ما أقول، قال لم نتلقى أي دعم إلى الآن إلا من الكويت. رؤساء دول ووزراء وسفراء وأصحاب مناصب وجاه في بعض دولهم، هؤلاء يعدون حسنة من حسنات الوقف الكويتي في الخارج. الوقف الكويتي اليوم في الخارج يشكل جزءا مهما جدا، فلا تكاد تجد دولة من الدول المنكوبة والفقيرة أو حتى غير الفقيرة إلا وتجد للكويت دور كبير فيها، فصدقات أهل الكويت وأوقافهم وأعمالهم الصالحة وصلت بحمد الله إلى مشارق الأرض ومغاربها في كل مجالات الخير، في المساجد والآبار والمزارع والمدارس والمراكز الإسلامية والمراكز التعليمية والمراكز الطبية وغيرها. ولذلك نحن ضد اقتصار العمل على داخل الكويت فقط، لا، كما أن أهل الكويت لهم دور مهم في هذه المصارف، مصارف الزكوات والصدقات والأوقاف، لا بد أن يكون للمسلمين في الخارج دور مهم أيضا، وأن يكونوا من جملة مصارفنا، فبلاد الإسلام بمنزلة البلد الواحد. وهذه الأعمال الصالحة لأهل الكويت الممثلة بالأوقاف الموجودة ستبقى شاهدة في الدنيا، كما أنها ستبقى شاهدة يوم القيامة. يقوم الوقف بتوفير الحاجات الأساسية من مطعم وملبس ومسكن، ويقوم أيضا بتوفير الرعاية الصحية للفقراء والمساكين من خلال إنشاء المراكز الطبية والتي تكفل كل أوجه الرعاية للفقراء والمساكين. فقد أعان الوقف على إنشاء المراكز الطبية والإنفاق على تطوير علوم الطب والصيدلة، وقد شملت الحيوان إضافة إلى الإنسان. وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك،
وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويد. آثار للأعمال التاريخية. أكثر من 40 مليون طفل محرومون من التعليم. هنالك حلم لكل طفل، وبتعليمهم نحقق أحلامهم. بادر بالمشاركة، كن للخير سباق. رحماء، تعليمهم رحمة، الرحمة العالمية. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. فأنا تطيق لنا ذي الحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر.